بسم الله الرحمن الرحيم. طلبات المرحلة الثالثة قسم تقنيات المختبر الطبي في الجامعة الإسلامية، أهلا وسهلا بكم. رجعنا معكم محاضرة أخرى، محاضرة جديدة من مادة تقنيات المختبر المتقدم العملي. حديثنا اليوم راح يكون عن examination of cerebrospinal fluid، فحص سائل النخاع الشوكي أو CSF analysis. CSF أو سائل النخاع الشوكي هو يمثل سائل دعم وأسناد للجهاز العصبي المركزي. الجهاز العصبي المركزي اللي هو يتمثل بالدماغ والحبل الشوكي هو يعتبر الجهاز الأهم في جسم الإنسان بسبب السيطرة الكاملة على كل الفعاليات الحيوية وفعاليات الميكانيكية والكيميائية في جسم الإنسان. هذا السائل يكون محاط بكتلة من العظام اللي تتمثل بالجمجمة والعمود الفقري لغرض حمايته. بين هذه العظام، هذه الكتلة العظمية الصلبة، وبين الخلايا العصبية المتمثلة بالجهاز العصبي المركزي يوجد ما يعرف بسائل النخاع الشوكي. وظيفة هذا السائل هو حماية الخلايا العصبية من الاحتكاك الميكانيكي بالعظام، إضافة إلى أنه يقوم بإيصال المواد المغذية إلى هذا الجزء المهم من الجسم. لاحظ هنا هذا السائل باللون الأزرق اللي هو يمثل سائل النخاع الشوكي. سائل النخاع الشوكي هذه المنطقة تلاحظ هذا السائل اللي هو هذا هو الحبل الشوكي، وهذا هو الجهاز العصبي المركزي، وهذا السائل اللي هو باللون الأزرق اللي هو يكون فاصل بين العظام والحبل الشوكي. طبعا هنا باللون الأزرق لغرض تمييزه، هو واقعا هو سائل عديم اللون، يكون واضح clear. حجم هذا السائل بالنسبة للبالغين يتراوح بين 120 إلى 180 مل. هذا السائل يتبدل باستمرار على مدار اليوم، بالإمكان أنه يتبدل من مرتين إلى ثلاث مرات. طبعا عملية استبداله تتم عن طريق ارتشاع السائل، ارتشاع البلازما من الدم، الحاجز عبر الحاجز اللي يفصل بين الجهاز العصبي المركزي والأوعية الدموية. في الأطفال يكون كمية السائل أقل، اللي هي حدود 50 مل، 40 إلى 60 مل. طبعا السائل يكون بشكل يعني جريان، يتحرك باستمرار، حامل لكثير من المواد المغذية، حامل لكثير من المركبات الكيميائية التي يستفيد منها الجهاز العصبي المركزي. كيف ممكن الحصول على هذا السائل؟ طبعا مجرد فكرة ارتباط هذا السائل بالجهاز العصبي المركزي يجعل فكرة جمع العينة هو مسألة صعبة. كيف أنه أنت تأخذ العينة دون أن تؤذي الجهاز العصبي، دون التماس بالجهاز العصبي؟ من تأخذ العينة؟ هل تأخذ من الجزء الأعلى من الدماغ أم من الجزء الأسفل اللي هو العمود الفقري؟ طبعا هي يوجد تقنية، التقنية اللي هي الشائعة وهي الأكثر أمانا، ولكن تحتاج إلى شخص متخصص طبيب مدرب لهذا الغرض، لا يمكن لأي شخص أن يقوم بها. عملية حصول على سائل النخاع الشوكي تحتاج إلى تخدير، عملية تخدير تستغرق العملية من 30 إلى 40 دقيقة وتسحب من أسفل الظهر. هذه العملية تعرف باللامبر بانكتشر. اللامبر بانكتشر هي هذه هنا في هذه الصورة مثل هذه، أنه ثقب الفقرات القطنية. طبعا لازم يتم تخدير الميض وينام بهذه الطريقة، ومن ثم يتم إدخال نيدل. هذا النيدل هذا شكله، النيدل يحتوي على أنبوب مثقوب بالطرف، يتم إدخاله، يتم يعني ثقب الفقرة، ثقب الديسكات ما بين الفقرات وصولا إلى منطقة السائل، ثم يتدفق السائل من هذه الجهة.
يعني يدخل الأنبوب من هنا يصل إلى منطقة اللي بها السائل، راح يبدي يتدفق ويتم جمعه بأنبوبة خاصة. طبعا هذه العملية خطيرة جدا، وأي خطأ طبي أي خطأ بها ممكن أن يؤدي إلى الشلل التام أو الشلل الجزئي، لذلك لا يمكن لأي شخص أن يقوم بها إلا إذا كان محترف، إذا كان متمرس جدا. السائل مجرد أنه يثقب هذا النيدل، مجرد أن يثقب الفقرة السائل راح يندفع، يكون البريشر مادة عالي خصوصا بالبالغين. تجمع كمية من السائل حسب الحاجة، هنالك ثلاث أنواع من الأنابيب اللي هي في حال أردنا أن نسوي فحوصات مناعية وكيميائية. هذه أنبوبة قابلة أنه للتجميد. أما إذا أردنا أن نفحص الأحياء المجهرية الموجودة خاصة في المصابين اللي يشك أنهم مصابين بداء السحايا المننجيتس، تحفظ الأنبوبة بدرجة حرارة الغرفة. أما إذا أردنا نحسب السيل كاونت اللي هو الخلايا الحمراء أو الخلايا البيضاء في الدم البيضاء الموجودة في CSF، فهذه توضع في الثلاجة في درجة تبريد الثلاجة. طبعا هذه الطريقة اللامبر بانكتشر، أحيانا بعض الأشخاص اللي يكون عندهم تشوه في العمود الفقري أو يكون الصعوبة بالحصول على CSF بسبب مشاكل صحية أو مشاكل تتعلق بالعمود الفقري، يتم أخذ العينة من خلال الجمجمة. كيف من خلال الجمجمة؟ يتم ثقب الجمجمة من أعلى الرقبة أو عفوا من أسفل الرأس من الجزء الخلفي، ويمد النيدل الخاص وتسحب العينة، أو يتم دفع نيدل أيضا الجزء السفلي من رقبة الشخص وثم يسحب سائل النخاع الشوكي. طبعا طريقة صعبة جدا وحساسة. هذه مكونات النيدل. طبعا النيدل يأتي بقياسات متعددة، 8 انش، 10 انش، 12 انش، 14 انش، لان قياسات الاجسام تختلف بالنسبة للاشخاص وايضا الاعمار. بعد ما اخذنا العينة وحفظناها بالطرق المختبرية المعتمدة، راح نجي نشوف شنو الأشياء اللي ممكن نفحصها في سائل النخاع الشوكي. أولا راح نبحث عن الخلايا، الخلايا اللي هي غالبا تكون موجودة اللي هي Red Blood Cell والWhite Blood Cell. كريات الدم الحمراء وكريات الدم البيض هي الأكثر احتمالا وجودها في سائل النخاع الشوكي. السبب انه سائل النخاع الشوكي هو نتيجة لترشيح البلازما الدم، فحتما يكون بتماس مع خلايا الدم. وجود كريات الدم الحمر في سائل النخاع الشوكي هو دلالة على وجود توما، وجود جرح او اذى في هذه المنطقة، او وجود خلل في الحاجز الفاصل بين سائل النخاع بين الجهاز العصبي المركزي وباقي اجزاء الجسم. لذلك اي وجود لريد بلاد سيل يعتبر حاله مرضيه. الحاله الطبيعيه انه لا نشاهد كريات دم حمر. بالنسبه للوايت بي سي، الوايت بي سي اقل من 5 خلايا في مايكروليتر الواحد يعتبر طبيعي. اعلى من هذا الرقم يعتبر مؤشر على وجود انفلاميشن او وجود مايكرو أورغانيزم ممكن مسبب لحالة مرضية. الحالة اللي أقل تواجدا أو الأكثر ندرة هي زانثوكوميا. زانثوكوميا اللي هي عبارة عن كريات دم حمر محطمة مكسرة، ما تم هضمها، تم الأيض مالتها، تم أيض مكوناتها، وهذه تظهر باللون الأصفر. بعد ما ناخذ التيوبر نسوي عملية يعني سنترفيوجينج بالجهاز سنترفيوج في مركز العينة، راح ناخذ وجود جزيئات او حبيبات باللون الاصفر، هي دلالة على انه كانت هنالك RBC سابقا وتم هضمها او تم تكسيرها.
وهذا أيضا دلالة على وجود خلل، خلل في الحاجز أو وجود إصابة أو جرح من نوع. كيف نجي نحسب الخلايا؟ طبعا حساب الخلايا يتم على السلايد شامبر اللي هو الكاونتنج سلايد الخاص بالوايت بي سي والار بي سي، نفس المستخدم في مجال أمراض الدم وخلايا الدم. كيف تجي تحسب الخلايا؟ عندنا حالتين. الحالة الأولى في حال أردنا أن نحسب الار بي سي والوايت بي سي، إذا أردنا عدم التخلص من الار بي سي والوايت بي سي، نحسب كلاهما. نجي ناخذ 1% توليدين البلوستين. هذا هذه الصبغة ما حتحلل الار بي سي، وتخفف السي اس اف بنسبة 1:9 كل واحد من السي اس اف الى 9 من هذه الصبغة، ومن ثم بعد عملية التخفيف يوضع المحلول المخفف على السلايد ويوضع الكفر سلايد وثم يفحص تحت المجهر. هذا في حال أردنا أن نحسب الوايت بي سي والآر بي سي. أما إذا أردنا أن نحسب الوايت بي سي فقط، فبهالحالة إحنا نضطر نستخدم الجليشيال أسيتيك أسيد. الجليشيال أسيتيك أسيد اللي هو حامض خليك ثلج راح يكسر كل كريات الدم البيض، راح يخلينا فقط كريات الدم الحمر. مع وجود الكريستال فايوليت، صبغة الكريستال فايوليت راح تصبغ كريات الدم البيض، بالتالي راح تظهر مميزة. كل واحد مل من الجليشيال أسيتيك أسيد نضيفه إلى 50 مل إلى الدستل ووتر، وهذا يعني نسبة تخفيف 1:50 للجليشيال أسيتيك أسيد، ونضيف له 1/10 غرام من الكريستال فايوليت. أحصل عندنا محلول باللون الأزرق، وراح نشوفه بفيديو توضيحي موافق مع المحاضرة تفاصيل هذه العملية. ونضع قطرات من الفينول، وثم راح نحطها تحت على السلايد ونضع الكفر سلايد ونلاحظها تحت المجهر. هنا الفرق بين الطريقتين استخدام التوليدين واستخدام الأشياء الأسد. استخدام التوليدين في حالة أردنا حساب الوايت بي سي والآر بي سي. الجليشيال أستيك أسيد في حالة أدنى حساب الوايت بي سي، هذا الجليشيال أستيك يكسر كل كريات الدم الحمر، يحلل كل كريات الدم الحمر، وبالتالي تبقى فقط كريات الدم البيض راح نقدر نحسبها بسهولة. هذا هو الشامبر سلايد اللي هو استخدم في كثير من المجالات المختبرية في حساب كريات الدم الحمر في مجال أمراض الدم وكريات الدم البيض أيضا. وهذه هنا صورة تفصيلية لأجزاء، هذه هنا بالحرف Y حرف W عفوا إشارة إلى White BC، وهنا حرف R إشارة إلى RBC، أي أن الWhite BC كريات الدم البيض تحسب في المربعات الكبيرة في حين الRBC تحسب في المربعات الصغيرة. طبعا هذا بسبب اختلاف الحجم. هنا إذا عدنا طبعا هذا في حال استخدمنا التوليدين راح نحسب الوايت بي سي والار بي سي، اما اذا استخدمنا الجليشيال أسيتيك أسيد فالار بي سي هنا راح تنتهي وراح تتكسر وما نقدر نحسبها. النوع الثاني من الفحوصات بالنسبة للسي اس اف هي الفحوصات الكيميائية. قلنا ان السي اس اف مكون من عديد من المركبات الكيميائية ويحتوي على كثير من العناصر المغذية للجهاز العصبي المركزي. بعض الفحوصات الكيميائية الأساسية مثل السكر والبروتين لها نسب طبيعية، فوجودها بكميات عالية أو وجودها بكميات قليلة هو دلالة على مؤشر مرض. بعض المركبات لا يفترض أن تكون متواجدة نهائيا في سائل النخاع الشوكي، وبعضها عدم وجودها هو دلالة على مؤشر مرض. على سبيل المثال السكر، السكر في سائل النخاع الشوكي لازم تكون النسبة مالتها حدود 1/3 ما موجود في الدم، يعني إذا كان سكر الدم هو 120 فيجب أن تكون كمية السكر في CSF بحدود 80، 1/2 2 إلى 3.
بالنسبة للبروتين، البروتين يجب أن يكون بكميات قليلة جدا. وجود البروتين بكميات عالية دلالة على وجود مشاكل في الحاجز الفاصل البير اللي موجود بين الجهاز العصبي المركزي وبقية أجزاء الجسم، لأن الجزيئات البروتين هي كتل عضوية كبيرة، فبالتالي لا يجب أن تعبر من خلال هذا الحاجز. عبورها هو دلالة على مشكلة في نفاذية هذا الحاجز. أيضا جسيمات المناعية يتم فحصها. اللاكتيك أسيد، اللاكتيك أسيد لغرض التمييز بين الفيرال انفكشن والبكتيريال انفكشن وتحديدا المنينجيتس. وجود اللاكتيك أسيد بكميات كبيرة دلالة على وجود بكتيريال انفكشن أو منينجيتس بكتيريال. التيومر ماركرز، الكارسينوما امبيريوتيجين يفحص أيضا بالسي اس اف، الفا فيتا بروتين، أيضا هرمون الـ HCG وكثير من العناصر الكيميائية كعناصر الإلكترولايت اللي موجودة في سائل النخاع الشوكي. طبعا هذه الفحوصات الكيميائية تتم من خلال كيت خاص بالنخاع الشوكي. احنا تعودنا انه الفحوصات الكيميائية اللي هي الدم، البروتين أو السكر أو البيليروبين أو اليوريا إلى آخره من الفحوصات الأخرى، تتم عن طريق كيت ويكتب عليه سيام أو بلازما، تأخذ عينة الدم ويفصل السيام وإلى آخره. لكن بالنسبة للسي اس اف، هذه الكيتات ما ممكن نشتغل، الكيتات اللي نشتغلها على الدم نفسها نشتغلها على السي اس اف، يجب أن تكون كيتات مخصصة للسي اس اف. بعض الكيتات إنه يكتب عليها سيام بلازما يورين سي اس اف، يعني ممكن استخدامها في مختلف أنواع العينات. بعضها لا تكون متخصصة يون سي اس اف، بعضها سبيسيفيك سي اس اف، بعضها فقط سيام وبلازما. لازم نتأكد ان الكيت اللي نشتغل عليه للسكر، للبروتين، لللاكتيك اسيد، للتيومر ماركرز انه مخصص للسي اس اف، او على الاقل من ضمن العينات اللي يشتغل عليها هي عينة سي اس اف. هذا الجدول يوضح لنا بعض المركبات الكيميائية الخاصة أو بعض المواصفات الخاصة بالنسبة لسائل النخاع الشوكي. لاحظ أنه الـ pH لازم يكون 7.4 بحدود هذا الرقم، الجلوكوز بحدود 50 إلى 80، ومثل ما قلنا أنه يكون يعني ثلثي ما موجود في الدم. البروتين أيضا 15 إلى 45. لاحظ بالنسبة للكلوريد، كالسيوم، فوسفورس، مغنيسيوم، بوتاسيوم، هذه كلها عناصر مغذية. الليمفوسايد مثل ما ذكرنا بالشق الأول من الفحوصات أنه لا يجب أن تقل عن 5 في المايكروليتر واحد. بعد pH total volume اللي هو من 100 إلى 150، و بعض المصادر تكون من 120 إلى 180. الإنتاج اليومي، نلاحظ الإنتاج اليومي لسائل النخاع الشوكي هو من 450 إلى 500 مل، يعني يوميا ينتج جسم 450 إلى 500 مل سائل نخاع شوكي اللي موجود من عدها داخل محيط الجهاز العصبي المركزي هو حدود 150 مل، يعني ثلث هذه الكمية. يعني السائل هذا السائل نخاع شوكي يتبدل بحدود 3 مرات في اليوم في جسم الإنسان الواحد. الفحوصات الأخرى، نوع الثالث من الفحوصات هو فحوصات الانفكشنز، فحوصات الأحياء المجرية المضرة. فحوصات الأحياء المجرية توجد عديد من الأحياء المجرية. مبدئيا يجب أن نتفق أن السائل النخاع الشوكي خالي من أي شكل من أشكال الأحياء المجرية، لأنه يتم ترشيحه من خلال بلازما الدم. بعض الأعضاء الجسم، بعض أجزاء الجسم تحتوي على أنواع من الأحياء المجهية اللي تكون متعايشة بشكل نورمال فيها، على سبيل المثال الفم أو الجلد أو إلى آخره. هذا الشيء ما موجود بالسي اس اف، يعني ما ممكن أنه نقول هذا الكائن هو نورمال فلو وجوده طبيعي بالسي اس اف. أي كائن مجهي، viral, bacterial, fungi, parasite، هو وجوده يعتبر abnormal وممرض ويجب التخلص منه والقضاء عليه بأسرع وقت. يتم ترشيح أخذ عينة سائل النخاع الشوكي ومن ثم عمل centrifuge ومن ثم
يتم وضعها على سلايد وتوضع عليها صبغة جرام لغرض تمييز أنواع البكتيريا الموجودة عليها أو الفطريات. كذلك بالإمكان أنه نسوي كلتشر لعينة CSF، نأخذها نسوي سكينينج على طبق ميديا، أي أنواع ميديا المغذية، مولا هنتون، نيوتن أجار، مكونكي أجار، إلى آخره من أنواع الميديات اللي مستخدمة في زراعة الحياة النجعية، بكتيريا أو الفطريات. وأيضا بالإمكان الكشف عن الفيروسات. الكشف عن الفيروسات لا يتم بالطريقتين الأولى والثانية اللي هي جاما ستين والكلتشر، بسبب أنه الفيروسات حالة خاصة لا يمكن تنميتها على بيئة مغذية، إضافة إلى أنه لا يمكن مشاهدتها في المجهر الضوئي الاحتياطي. لذلك نلجأ إلى التقنيات الوراثية المتقدمة جدا، ولا وهي تقنية PCR لغرض الكشف عن DNA والRNA الخاص بالفيروس. هذا ما يتعلق بموضوع محاضرة فحص سائل النخاع الشوكي. إن شاء الله بمجرد أن يفتح الحظر راح نحاول نحصل عينات من مركز الجمجمة العصبية ونجري عليها هذه الفحوصات ونلاحظ التغيرات اللي موجودة في سائل النخاع الشوكي. شكرا لكم، شكرا لحسن الإصغاء، وفي حال وجود أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بموضوع المحاضرة تواصل مع أستاذ المادة على منصة التعليم الإلكتروني موقع الجامعة الإسلامية.